أخبار اليوم. أنا صادقين من الاستوديو. أصدقائي التكييف وجبنا خرجنا التكييفات فبيركب التكييف ده. بعد ما ركب شغل قديم فبيلحق المصير بتاعت التبريد مع المصور بتاعت التكييف فشايل الغطاء اللي هو ورا التكييف ورا الغطاء ده اللي هو العزل اللي هو بتاع السوق الزجاجي والفوق فهو بيلحق ففي شرط ان النار وصل للسوق الزجاجي فشال في الشلك ولع شلك فيه فطفناه لما طفناه أول مرة بعد كده حقيقي اشتغل تاني في المرة التانية ما حدش نعمل لأنه عمل دخنة فظيعة جدا في المكان وبناء عليه طبعا مش شايفين قدامنا فخرجنا على بره حاولنا نجيب المنطقة الطفايات التانية جبنا وعلى قد ما قدرنا عملنا بس كان الموضوع ايه فرق المبلغ بالسرعة مين أشهر المطربين اللي سجلوا في الاستوديو؟ من كل النجوم الكبار سجلوا عندنا بدون ذكر أسماء الاستوديو بتاعنا معروف كويس جدا على مستوى العالم العربي ماشي وفي تقنية عالية جدا من أحسن الاستوديوهات في الاستوديو صور تفضل لحالك يعني الناس اللي مسجلة لها قالش معهم قابل من الشغل ده ولا والله حسب بس اكيد في صور اكيد في صور لان الوضع بالنسبه لنا احنا يعني هقول لك ايه القصد ممكن ننقذه ما عرفناش نعمل حاجه عشان احنا ما كناش شايفين حاجه خالص جوه في بس ربنا يعيننا ويعوض على صحتنا ربنا يسلمك